إذا حج الإنسان يتطهر من جميع الذنوب، فتخيلي كيف يمكن أن يكون شعور المسلم الذي سيحج. ما كنت أتوقع أن يكون حج هذه السنة في هذه الظروف، لأن ظروف صعبة في جميع العالم. سمعنا أن هناك الموقع يمكن تقديمه للحج، فسجلنا ولله الحمد، يعني منذ أن سجلنا في الموقع إلى يومنا هذا، يعني التعاون ما أستطيع أن أصف. يوميا عدة مرات يتواصلون تثقيف الحاج قبل أن يذهب إلى هناك. الحمد لله إقامتي خلال السنوات هنا يعني أكثر من 17 سنة، فكانت إقامة وما زال مستمرة هذه الإقامة. أصبحت واحدا منكم، لم أشعر يوما من الأيام أنني غريب. سبحان الله، حتى إذا ذهبت إلى دولتي مسقط رأسي في الإجازة أشتاق إلى هذه الدولة.